هنتكلم النهاردة عن علاج الفطريات، سواء الفطريات اللي بتيجي عندنا في الأظافر أو بين الأصابع، سواء في الإيدين أو في القدمين. عارفة إن في ناس كتير ممكن تكون بتتفرج على الفيديو، جربت علاج كتير وما كانتش بتشوف نتيجة، وبتحس إن النتيجة بطيئة أو النتيجة بتطول قوي. لكن في الفيديو أنا هقول لكم فعلا حاجة من الآخر خالص، اعتبروها آخر تجربة ليكم، لأن النتيجة هتبقى مرضية جدا وسريعة وكمان فعاله. طبعا الفطريات دي بتكون لاما في شكل ان هي تصيب الاظافر ذات نفسها، الاظافر تبدا ان هي لونها يتغير وتبدا ان هي تتدرج بقى باللون الاصفر للون الاخضر، الظفر نفسه يبدا يبقى سميك اكتر، او ان هي تبقى موجوده بين الاصابع ذات نفسها، تاخد شكل قشور بيضه وممكن تتطور ان هي يبقى زي قرح كده في المكان وحواليها قشور. انا عايزاكم تكونوا عارفين ان الفطريات بتعشق الميه، بتحب الميه جدا، فكل حاجه تخلي في ميه تتركز عندي وتتساب على الايدين او بين الاصابع او على الاظافر ذات نفسها، اي مصدر رطوبه اي مصدر عرق، كل ما انا منعته كل ما انا حجمت العدوى، كل ما انا ساعدت ان الدواء يشتغل افضل، كل ما انا منعت تكرار العدوى. يعني في الايدين بغسل اطباق كتير، شغلي كله في الميه، بس جوانتي ويكون واصل لحد هنا عشان اضمن ان مفيش اي ميه تدخل لي. كل ما اعرض ايدي للميه لازم انشفها كويس. بالنسبه للرجلين البس حاجات مفتوحه على قد ما اقدر، ما ينفعش ان انا اغسل رجلي او اتوضى او اكون لسه واخد شاور بعدها اقوم كاتم رجلي بالشراب، لازم اتوضيت انشف رجلي بميه كويس جدا. يفضل ان انا في الفتره دي كلها البس شباشب او حاجات مفتوحه، انشف بين الصوابع كويس جدا، البس شرابات خامتها تكون قطن، ممنوع ان انا البس بوليستر لان البوليستر ذات نفسه بيخلي الرجل تعرق فهيزود الموضوع اكتر، شوزات بتاعتي كلها تتعقم من جوه بكحول او حتى اجيب الوايبس اللي هي المناديل المبلله وابدا ان انا امسحها من جوه عشان دي بيكون فيها العدوى جوه، بيكون فيها الانفكشن. الشرابات كلها بتاعتي تتلم وتتغسل على درجه غليان عاليه، كل الحاجات دي مهمه جدا علشان العدوى ما تتكررش عندي. بقى نتكلم بسم الله في العلاج. اول حاجه في ماده فعاله جدا، الايودين بوفيدون. الايودين بوفيدون دي ماده موجوده عندنا في ايه؟ موجوده عندنا في حاجه مشهوره اسمها البيتادين، في بخاخ كده بيتباع. طبعا البيتادين ده اشكال كتير جدا، احنا عايزين سبراي البيتادين ده فعال جدا جدا في الفطريات. البيتادين ميزته ان هو ماده مطهره قويه جدا، وفي نفس الوقت هو شغال على البكتيريا وشغال على الفطريات. وعلى فكره هو فعلا ككلام علمي اتقال عنه او ابحاث اتقالت عنه ان هو فعلا فعال جدا جدا في فطريات الاظافر، يعتبر من اقوى مضادات الفطريات. فده اول جزء معانا في العلاج، ان احنا هنجيب البيتادين سبراي وهنرشه مره يوميا على الاماكن المصابه عندي. تمام. الجزء الثاني عندي من العلاج وهو حاجات موضعيه برضو، ماده فعاله اسمها السايكلوبيروكس. السايكلوبيروكس دي هي ماده بوتنت جدا، ماده قويه جدا في علاج الفطريات اللي بتكون على الجلد او الاظافر، اكتر الحاجات اللي بتقدر تخترق الفطريات وتقضي عليها. ده موجود عندنا في مصر في كريم اسمه الباترافين، وموجود مره مصر اغلب الكريمات بتبقى باسم الماده الفعاله، يعني هتلاقيه في الصيدليه في كريم مكتوب عليه اسم الماده الفعاله اللي هي السايكلوبيروكس، او انت ممكن تاخد اسم الماده الفعاله سواء بالعربي او الانجليزي وتسال عليه في الصيدليه، وده برده هيدهن مره يوميا. اخر علاج معانا وده علاج موجود عندنا في مصر بس اسمه الفانجي باسيد. الفانجي باسيد ده عبوه صغيره وسعرها بسيط تقريبا 30 جنيه. ميزته ان في ماده اسمها التايكونازول بتركيز 28%، يعتبر اعلى تركيز من ماده مضاده للفطريات موجود في الماركت عندنا. ده برضو هيبقى مره في اليوم، يعني انت عندك دهان مره البيتادين مره السايكلوبيروكس اللي موجود في الباترافين مره الفانجي باسيد. خلاص. في بس حاجة وحيدة احنا هناخدها عن طريق الفم، وهي اي حاجة اي دواء فيه مادة الفلوكونازول تركيز 150 بيتاخد بالطريقة اللي هقول لكم عليها، بيتاخد على مدار شهر، الشهر 4 اسابيع. اول اسبوع بناخد حباية النهاردة وحباية بعدها بثلاث ايام، يعني حبايتين في اول اسبوع بينهم ثلاث ايام، الاسبوع التاني بناخد حباية واحدة، الاسبوع التالت بناخد حباية واحدة، الاسبوع الرابع بتاخد حباية واحدة في يوم ثابت، يعني بتثبت مثلا يوم الثلاث من كل اسبوع بتاخد حباية وبعد كده مش بتكرره. ده مثلا موجود في ادويه زي الفلوكورال او التريفلوكان او اي نوع فيه نفس الماده الفعاله زي ما انتوا حابين، بتبقى حاجه من جوه الجسم بتساعد مع الحاجات الموضعيه. جربوا الكورس ده، الكورس ده بجد فعال جدا جدا ونتيجته سريعه، ولما انتوا هتشوفوا النتيجه بدات تظهر قدامكم هتستمروا وتكملوا لحد ما توصلوا للتعافي والعلاج التام باذن الله. اتمنى يكون الفيديو افادكم، لو الفيديو عجبكم وسمعتوا اي معلومه جديده بالنسبه لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا اعجاب على الفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من الناس. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.